بصوا ايها الاكارم، خلينا اشرح لكم. هجيب لكم دلوقتي على بسكليتة، هذا البسكوتة ده اللي بيقعد يلعب لكم في الخمار بتاعه، وهو بيقول ان علي هو رب النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجد في آية في القرآن وجاء ربك، يعني ايه ربك؟ يعني ايه جاء ربك؟ من القرآن نزل على محمد وجاء ربك يا محمد، فمن هو رب محمد ورب الناس؟ اسمع يا شيعي يا موالي، علاء مجاري بيقول لك مين هو رب النبي صلى الله عليه وسلم ورب الناس وجاء ربك، اللي هو من؟ القرآن يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، الرواد جاء ربك جاء علي بن ابي طالب مع الملائكة لحساب الخلق. اعوذ بالله، وجاء ربك يا محمد اي جاء علي بن ابي طالب مع الملائكة. شفت يا شيعي انه يعبد علي بن ابي طالب؟ شفت الزندقة والكفر اللي عند علاء المخرم هذا اللي احنا جبنا له فيديوهات، القذر هذا واللي دائما بيصدره في الحسينيات، نعوذ بالله من قذارته ونجاسته والشذوذ الذي عنده. شفت يرى ان علي هو ربنا؟ اعوذ بالله، يرى ان سيدنا علي رضي الله عنه هو رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء ربك يوم القيامة اي جاء علي بن ابي طالب وهو رب النبي صلى الله عليه وسلم. شفت؟ كمل كمل، ده لسه عنده كفر تاني. كمل آية أخرى تقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا في جهنم، وده خطاب كان يعني مثنى بيستخدم وكان من عادة العرب، زي مثلا واحد يقول لك أضرب عنقه، أضرب عنقه، أما أقول لك أضرب عنقه إيه؟ هنجيب اتنين والاتنين هيضربوا عنق هذا الرجل؟ ويحك، مثل هذا الخطاب. فكان أضرب عنقه بذلك يعني بيقصد بشخص واحد، ان هو اللي هيضرب السياف اللي هيضرب، بس ديت كان المثنى بيستخدم الجمع المثنى وبيقصد به واحد. القيا في جهنم، القيا في جهنم، اي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلي شغالين طول يوم القيامه عياذا بالله. يوم بقى شوف ممكن يقعدوا 50,000 سنه النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وسيدنا علي، الناس كلها داخل الجنه والنبي محمد صلى الله عليه واله وعلي رضي الله عنه ياخدوا الناس، ارمي في النار وخد ده ارمي في النار، اللي قاعدين يلكوا في مين؟ فين هم؟ مين هو النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب؟ اسمع الزنديق. آية أخرى تقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، الإله واحد ولا اثنين؟ واحد. شو الله قاعد يقول ألقيا؟ شنو إلهين؟ لا لا يا غبي، ما أنا قلت لك هو المثنى بيستخدم، كان يستخدم في لغة العرب زي ما يقول أضرب عنقه، أضرب عنقه، فإن شاء الله يضربوا عنقك قريبا كده. فهل بمعنى ذلك يا غبي إن هنجيب سيفين وهنجيب اتنين والاتنين هيضربوا في عنقه يا غبي؟ الباقر القياء اثنين يقفون على الصراط، جدي محمد وجدي علي، فيأخذون من يحبون الجنان ويلقون من الصراط من يحب لا يحب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي قاعدين يوم القيامة، يعني الناس كلها داخل الجنة ودول يشيلوا يحطوا في النار ويشيلوا ويدخلوا الجنة، ده عذاب يا ابني. هو ده نعم يا غبي يا وقح يا علاء بسكليتة؟ لو انت حاطط في دماغك كده ان بذلك انت بترفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، فانت غبي وقح، فانت غبي وقح، انت طعنت فيهم بذلك. من الايه اللي قبلها يقول لك وجاء ربك اي علي بن ابي طالب، وهنا القي في جهنم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي. الناس مش مصدقاه، الناس مش مصدقاه، وفي الاخر يا شيعي في الاخر بعد كل دوت يطلع يعمل لك ايه؟ في الاخر يطلع عرفت ان علاء مجاري هذا الانسان خسيس. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، اسفه على التاخير الفتره اللي فاتت، النهارده راجعه لكم بحاجه مختلفه. يمكن بقالي فتره كده شهور يعني ما روحتش لاي دكتور خالص جلديه، كنت بقى ايه اروح كده اشوف الدنيا فيها ايه واكشف عند دكتور يعني، وبص انا شعري يعني مشاكل اللي في شعري، يمكن بعاني بس شويه من جفاف وشعري شويه خفيف، عندي مشاكل شويه في الهرمونات. اوكي شعري انا عارف هو عنده مشاكل في الهرمونات، يعني ما يفعل هذه الافعال رجل خالص، انا اعلم اعلم ما يفعل هذه الافعال رجل خالص، ما يفعل هذه الافعال الا قذر مشرك ضال وثني. فرب ربنا يوم القيامه ورب محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا علي رضي الله عنه. فلا يستبعد ان يعني امثال هذا القذر يفعل مثل هذه الافعال، والله فضائح مخزيه. قلت لك يا علاء بسكليتة، هذه الحلقه ستجعل لا حسينيه تقبلك، اول ما يشوفوه علاء بسكليتة لا ودوه سجن الفتيان، ده متخيط في المستشفى مضروب موس، علاء بسكليتة لا حسينيه تقبلك ولا حوزه هتقبلك، زي ما هنبين في الفيديوهات اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى، ولا حوزه هتقبلك ولا اي احد سيقبلك يا علاء بسكليتة.
أقل ما تفعله الآن بعد هذا الفيديو أن تضغط إعجاب وتشارك رابط الفيديو، ولا تنسى أن تشغل الإشعارات كي يصلك كل ما هو جديد.